في ريف حما بواسل قواتنا يقضون على إرهابيين في منطقة وادي الجوز ومشاع جنوب الملعب ومشاع الطيار طريق حلب وتصادر أسلحتهم ومعداتهم. عندما نتحدث عن إنجازات الجيش العربي السوري تضيق مساحة الكلام بنا وتمتد مساحات الوطن من حولنا لنروي من كل ذرة منها سفرا من البطولة والإنجاز. بواسل قواتنا المسلحة تقوم بعمليات في وادي جوز ومشاع وادي جوز ومشاع جنوب الملعب ومشاع الطيار وطريق حلب ضد الإرهابيين وتقضي على معظمهم. هنا أسلحتهم تتعدد أنواعها وتأثيرها والمرسل لها، ولكن تبقى الغاية منها واحدة هي قتل السوريين. وهنا أدوات إجرامية غريبة دخيلة على قاموس حياتنا، وبات مشهد الإجرام فيها أكثر بشاعة، يرفضه العقل وتختزنه الذاكرة للمستقبل. فعلى الرغم من أنها مواد سامة تسرق أرواح السوريين، إلا أن سمهم وحقدهم حفر في ذاكرة السوريين ليذكر دوما بغدرهم وعمالتهم تحت التلطي بالإسلام. ولكن مهما تطاول إرهابهم ومهما كثروا داعموهم، يبقى صراخهم أضخم من أصواتهم ونهايتهم كغيرهم لا محالة هكذا. أفيعقلون؟ في